كم برلمان هاي صورهم هالدارس الساحة شوفها ما يقدر يجي واحد يسوي حل الوادم صديق كذي شيل هبوي تايه يجي جماعتنا مع تصميم وقاعدين ما يشتغل ليش تسأل ما بالموظف ليش إذا كان عندنا حقوق من أجوه هذي شو خلوا الموظف يشتغل حتى يمشي أمورنا خلي الباقي ما يعني ظاهر إحنا بالنسبة متقاعدين شو اللي يعني جماعة اللي سووها سموا علاجها لازم ما يعالجون إن شاء الله بغير طريقة إحنا الموجودين هنا نجي نتعب ونجي من مكان بعيد ونرجع ليش يعني ناس كبار تعبانك الساعة واحد طايح هنا بالدرج بس معاملتك شنو ما حد يستلم أقول لك معاملتي أنا بالنسبة لي ما موجود موظف من يستلم معاملة من عندي أخي البصرة والمتقاعدين خصوصا المتقاعدين الشريحة المهمشة بالعراق تمام لا مسؤول يهتم بيهم لا فد واحد برلماني هسه الحكومه ايش قالتها وايش كبرها ما بيها خير يجي هنا الدائره مال التقاعد الموظفين يقول لك احنا ما نداوم رواتبنا تعبانه الموظفين يقول لك راتبي تعبان 250,000 انا ما اداوم خلي يجي واحد مسؤول هسه احنا منا انا من خلالكم من ناشده سعد العيداني هو مو يقول انا ابن البصره وانا ابن الكول يا اخي تعال شوف هاي الوادم الظالة ما تداوم والمتقاعدين ظالين هسه احنا شنو ذنبنا عندنا معامله صار لها 15 يوم هنا ما ادري 12 يوم ما جايين نستلمها يا بليش مسوين اضراب الجماعه غيركم واحد مسؤول هسه انت محافظ غير تجي تشوف الوادم هاي دائرتك المسؤول انت عنها لو ما مسؤول عنها عندي معامله مال تقاعد طلعت وجوبي صار لي 6 اشهر من شهر السابع ولحد الان اجي من بغداد للبصره اجي من البصره اليوم جيت لقيت مسوين اضراب الموظفين مسوين اضراب ما نعرف شنو السبب هم وش نوع المعاناه ونقص برواتبهم زين المواطن شنو ذنبه احنا ما عندنا كل ذنب الموظف هو حتى اذا مثل قاطعين راتبه مثل مستقطعين من راتبه هو هذا شيء بس خلي الدائره تداوم قسم من عتها مشو المعاملات مخلي مشو المعاملات العالم شنو احنا انا جيت البارحه من بغداد ولازم اكمل معامله وارجع لنا بالبغداد وهذا كتاب برقم وتاريخ وانا البارحه جاي من بغداد والله احنا دزتنا البلديه للتقاعد كتاب انه احنا ما عندنا قطعه ارض عند تأييد من التقاعد ولحد هسه كل شيء ماكو صار لنا تقريبا 10 ايام من ذاك الاسبوع وهذا الاسبوع ثاني شو لقيت هنا بالدائره؟ غير اضراب مسوين؟ خلوا الموظف يشتغل حتى يمشي امورنا خلي الباقي يعني مظاهرين استاذ احنا للاسبوع الثاني اضراب عندنا تقاعد البصره لان هيئه الراي ما شملتنا بالحوافز شملت بس محافظه بغداد تقاعد بغداد شملتهم بالحوافز واحنا ما طالبين شيء وفوقات كله النسبة 2.5 احنا يمتى ما اقرونا حوافز حالنا من حال اقراننا بمحافظة بغداد ان شاء الله والنسبة اللي تناسبنا يعني مو 2.5 النسبة كلش قليلة ان شاء الله يمتى ما اقرونا والحوافز وشملونا وياهم ان شاء الله احنا نرجع لامور طبيعية ونخدم اهلنا وناسنا دخلنا بالاسبوع الثاني عندنا اضراب بسبب حافز شفناه من هيئة الرأي بعدم شمولنا مثل أقراننا اللي بغداد بالحوافز وماكو جاي نشوف ماكو عدالة معنا ولا أنصاف معنا احنا هم شريحة هنا نخدم المتقاعدين ونأدي واجبنا على أكمل وجه ما نعرف ليش حجبونا احنا والمحافظات الباقية وشملوا بغداد فقط خرج موظفين دائرة تقاعد البصرة بالإضراب والاعتصام عن العمل داخل الدائرة وليس خارج دائرة اجتمعت هيئة الري وزارة المالية وتحدد فرض الحوافز فقط للمركز يعني لهيئة التقاعد الوطنية في بغداد وعدم شمول جميع الدوائر والمحافظات إلا بغداد فخرج الموظفون مطالبون بحقوقهم المشروعة كونا اليوم التقاعد البصرة أكثر عدد متقاعدين بها وأكثر عدد موظفين بها اليوم 700 موظف طالعين ضراب عن العمل احنا لا ضد رئيس الهيئة ولا ضد السد الوزيرة ولا ضد أي أحد هذه حقوقنا المشروعة نطالب بها